صلاح عنده دي عالي قوي 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 فيها. ارجع للماتش الاخير بتاع مانشستر سيتي. صح. تمام؟ صح. انت كلنا شفناه طبعا. طبعا. ده راجل ما بيهزرش. كل الناس دي هالاند كل ده هقص. انا اسف ان انا اقولها. محمد صلاح اسطوره. ده بيعمل حاجه انا بدرس فيها بقالي سنه. حاجه اسمها ستوب. ستوب دي انك واحد ضد واحد، فلما بتقابل المدافع بيقابلك هنا واحد ضد واحد بيبقى واخد وضعه الدفاعي صح 100%. فدخلت الجزء العلمي ان العقل بيدي اشاره للعضله اللي هتأدي المهاره. فالمدافع هنا العضله اللي هتأدي المهاره ايه؟ دفاعيه وعارفها. فبيرتكز على الوتد اليمين عشان يقطع بالشمال او العكس. فبيجي لعبتنا يجي يفوت، طب ما المدافع مرتكز دفاعيا هياخدك في ظهره وهيقطع. صحيح. فمطلوب تعمل ايه؟ دي درستها كويس قوي بقى كناحيه علميه، بس مش اكاديمي. من الملعب يعني. بيعمل حاجه اسمها ستوب. ستوب دي يا كريم مفيش حد في العالم يعرفه، مفيش حد بيعملها غير محمد صلاح، وكان بيعملها عماد متعب. طبعا. ستوب دي بتعمل ستوب للحواس بتاعت المدافع. فبعد ما كان العقل بيدي اشاره العضله تأدي مهاره دفاعيه هي القط القطع عارفها، دلوقتي بقى العقل بيدي اشارات لعضلات هتأدي مهارات دفاعيه ما هوش عارفها. صحيح. وبالتالي صلاح عارفها. فبيوقف بيبقى هنا غير متزن واوت اوف كنترول واوت اوف بالانس. صحيح. لما بتيجي تفوت هنا بتفوت منه هو والثلاثة اللي معاه، يبقى قلبت الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد اربعه اللي بيعملها صلاح. صلاح عملها فين بقى؟ عدلك عندك وقت اقولها لك بسرعه كده؟ طبعا يلا. إيه 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 دي جمل تكتيكيه صلاح بس ما فيش في العالم حد يعرفها يعني وبلا افتخر غير محمد صلاح واشرف شاكر. صلاح بحكم انه بيلعب كل اسبوع في كاس العالم، واشرف شاكر بحكم 10,000 مباراه من دوري اوروبي ما فيش حاجه فاتتني. بيجي صلاح نرجع لماتش خلينا في ماتش مانشستر سيتي. لما بيستلم واحد ضد واحد هو بيستلم بيقلب بيبقى بيعمل ترن بقى بوشه وبيعمل بروتكت للكوره. بيجي قبل واحد ضد واحد بيعمل ستوب. بيثبت المدافع ده. بيقلب الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد اربعه او خمسه. بعد كده بيستخدم البلايند سايد اللي هو الجانب الاعمى لاخر مدافع، يعني بيلعبها في ظهر اخر مدافع. عملها في ماتش المغرب وقال لي تريزيجيه، هو طبعا كروش وكل دول مدربين على راسنا بس ما يعرفهاش. فانا متاكد ان انا راهن بمليون دولار ان محمد صلاح قال لي تريزيجيه عليها. قال له انا لما اقطع هنا هثبت لك الاربعه هلعبها في البلايند سايد في ظهر اخر مدافع. كان اخر مدافع هنا اللي هو حارس المرمى بتاع المغرب. واتعملت مين في دي؟ اتعملت مع منتخب المغرب اللي هم اعظم دفاع في العالم. منهم رحيم الباك اليمين ده احسن باك يمين في العالم. بس انت بتلعبها في ظهره، فهو عملها في ظهر اخر مدافع اللي هو حارس المرمى. تريزيجيه راح نفذ وعمل المتابعه صح وخد الكريدت كله. طب صلاح عملها مره ثانيه في روما مرتين. بيثبت الاربعه اللي بيقفهم على خط عرضي اللي هو خط طولي بالنسبه لصلاح بيلعبها في البلايند سايد للي جاي ده. عملها ثاني في توتنهام، عملها في تشيلسي، واخر حاجه عملها مانشستر يونايتد مانشستر سيتي سوري الثلاث جوان هو اللي عامله. صحيح. كوره طالعه من رجله فيها كل تمريره فيها ذكاء فيها مكر فيها نضج تكتيكي مش طبيعي. لمهم على خط واحد وبعدين عملها في ظهره. الجول الثاني كده في البلايند سايد اللي هي في ظهر اخر مدافع. وخد بالك الباك اليمين هنا لازم يضم، يعني اي مدافعين كل دول محترفين. لازم بيضم، فانت بتاكل عيش على الباك اليمين ده لان انت بتلعبها في ظهره اللي هي الجزء ده البلايند سايد. صحيح. طب احنا لعيبتنا يعرفوا الكلام ده، عندهم مهاره عاليه جدا بس ما حدش قال لهم. صحيح.